قبل ما تتفرج في الفيديو ما تنساش تدير اشتراك وتفعل الجرس، وما تنساش لايك وكومنتير حيت هذا دعم كبير بالنسبة لنا. كيف ما هو معروف، تبذلت جهود كبيرة من طرف دولة قطر باش تأمل المنافسة العالمية، وكانت وقعت اتفاقيات مع العديد من الدول على رأسها المغرب كتقضي بتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بهدف إنجاح التنظيم اللي كي تعتبر هو الأول في العالم العربي. أن تعرفوا على التفاصيل ديال هذه الاتفاقية مع المغرب وعلى المشاركة ديال الأمن المغربي في تأمين كأس العالم قطر، كان وقع السفير المغربي بقطر محمد ستري والعميد إبراهيم خليل المهندي رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال في لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022 إعلان مشترك بخصوص تبادل المعلومات المتعلقة بكأس العالم فيفا قطر 2022، حيث كيهدف الإعلان لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين المغرب وقطر وتنفيذ كل خطط اللي كتهدف لضمان الأمن فترة كأس العالم اللي كتستمر 28 يوم، والرفع من مستويات الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين المونديال وضمان سلامة المشجعين، وجلب بيان المشترك بعد زيارة وفد أمني مغربي كيترأسه عبد اللطيف حموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطنية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية لقطر في شهر ماي 2022، حيث توقف على المنشآت والملاعب اللي غتستضيف البطولة. من جهتها كشفت مجلة جون أفريك أن قطر عقدت مع المغرب اتفاقية للتعاون الأمنية قبل وقت من بداية مونديال قطر 2022، كتنص على بعث المغرب ل 4000 إلى 4500 من رجال الأمن المشاركة في التغطية الأمنية لكأس العالم. وجاء في المجلة بأن الوفد الأمني المغربي غيشكل واحد من مكونات المركز الدولي للتعاون الشرطي، واللي غيكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل المعلومات بين دولة قطر والدول المشاركة في كأس العالم حول الموضوعات المتعلقة بالإشراف الأمني والعمليات الشرطية. وكان شارك وفد من الشرطة المغربية برئاسة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي في أعمال مؤتمر الماي الأخير في مونديال قطر لكرة القدم 2022 اللي تعقد يومي 22 و 23 ماي اللي فاتوا في الدوحة. وسبق الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المملكة المغربية بمناسبة زيارته لدولة قطر بمناسبة مشاركة المغرب في المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر، أنه قام بزيارة ملعب لوسيل اللي غتقام فيه المباراة النهائية لمونديال قطر 2022. واستغل الحموشي المناسبة لزيارة مركز القيادة لمواجهة الهجمات الإلكترونية وغرفة العمليات المكلفة بالتدبير الأمني لكأس العالم قطر 2022، وصبح بهذا الشيء عبد اللطيف الحموشي أول مسؤول مغربي وماشي قطري كيقوم بزيارة ملعب لوسيل اللي غيحتضن المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، وهذا الشيء بهدف تنسيق الإشراف على أمن مونديال قطر 2022. كيفاش كيتم التعاون الأمني بين المغرب وقطر في تأمين بطولة كأس العالم 2022؟ كيستمر التعاون الأمني بين المغرب وقطر واستفادة القطريين من التجربة الأمنية الرائدة في مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة، حيث جاءوا مجموعة من الخبراء الأمنيين القطريين للمشاركة في دورة تكوينية في الرباط كتهم التدرب والتكوين على محاربة الأنشطة السيبرانية للتنظيمات الإرهابية، باش يخضعوا من خلالها الخبراء القطريين لتكوين متقدم على يد مختصين مغاربة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية الإرهابية. وتتوخى هالدورة التكوينية لجهة تتويج التعاون الأمني المغربي القطري، تعزيز قدرات ومهارات الأمنيين القطريين في مجال مكافحة الأنشطة السيبرانية للتنظيمات الإرهابية واستفادتهم من الخبرات المغربية في هذا المجال. وكيجي هاد اللقاء التكويني اللي كيستجب للمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
تنفيذا المقتضيات اتفاقية التعاون الأمنية اللي وقعها مؤخرا المغرب وقطر والمتعلقة بمساهمة الأمن المغربية في تأمين بطولة كأس العالم 2022 اللي كتنظمو دولة قطر هاد السنة، وكتقضي بوضع الخبرة المغربية في تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية رهن إشارة دولة قطر الشقيقة. وكان تم استقبال عبد اللطيف حموشي في زيارته للدوحة باستقبال رفيع المستوى من طرف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانية ورئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر ومدير الأمن العام القطري سعد بن جاسم الخليفي. وقام بسلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولين ساميين بدولة قطر بعد الاستقبال الكبير من طرف أمير دولة قطر، حيث عرفت أكثر لقاءات التنسيق والإشراف على أمن مونديال قطر 2022. وجد الزيارة على هامش زيارة الحموشي لدولة قطر بمناسبة مشاركة المغرب في المعرض الدولي للأمن الداخلية والدفاع المدني ميليبول قطر 2022 المخصص للأمن الداخلي للدول. أنشرت وزارة الداخلية القطرية في حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه تم استقبال عبد اللطيف حموشية من طرف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانية ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر، وتستقبل بعدها من طرف مدير الأمن العام القطرية سعد بن جاسم الخليفية. وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المغربية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لا سيما في المجالات الأمنية. وكشفت الصحف ووسائل الإعلام القطرية اهتمام الدولة القطرية ورغبتها في الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال الأمن، خصوصا فيما يتعلق بتأمين مباريات كرة القدم لا سيما مع اقتراب تنظيم قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث أكد رئيس الوزراء القطرية حرص بلاده على أن يتم تنظيم هذا المونديال في أرفع مستويات الأمن والأمان في تاريخ المونديالات. وكانت المملكة المغربية أكدت دعم ديالها لدولة قطر وأكدت على استعدادها لتقديم كافة الإمكانات والوسائل البشرية واللوجستيكية بهدف إنجاح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022. وكان ذكر بلاغ الوزارة الداخلية أنه تجسيد العلاقات الاستراتيجية والمتميزة اللي كتربط المملكة المغربية ودولة قطر بفضل أواصر القوية اللي كتجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأخي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانية. تعقدت عدة لقاءات عمل جمعت وزير الداخلية والجنرال دوكور دارمية قائد الدرك الملكية والمدير العام للأمن الوطنية والمدير العام لمراقبة التراب الوطنية بوفد رفيع المستوى من دولة قطر. الأمن المغربي حاضر بقوة لتأمين تنظيم مونديال قطر. وفي إطار الاستعدادات الأخيرة اللي سبقت انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، عقدت الخلية الأمنية المكلفة بتأمين هذا الحدث الرياضي العالمية أولى اجتماعاتها التنسيقية يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في مركز قيادة عمليات كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة. شارك في هذا اللقاء ممثلين ديال الوفود الأمنية اللي تم الدعوة ديالها من قبل البلد المستضيف من أجل المشاركة في قيادة وتنسيق العمليات الأمنية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والسودان وتونس والمكسيك وإيرلندا والكويت، ثم المغرب الممثل بوفد مهم يضم مجموعة من خيرات الكفاءات الأمنية في مجال تأمين تظاهرات رياضية الكبرى. وكان بدأ هذا اللقاء بترحيب القيادة الأمنية القطرية بالمشاركين مؤكدة على أهمية تنسيق وتبادل الخبرات والمعطيات العملياتية بين الممثلين ديال الوفود الأمنية في إنجاح هذا الحدث الكروي الدولي، قبل ما ينتقل الحاضرون إلى تناول مختلف الجوانب المرتبطة بآليات العمل المشترك وتنظيم وتنفيذ العمليات الأمنية الميدانية وسط تأكيد الحرص ديالهم على المساهمة الفاعلة في هذا الجهد الدولي المشترك. وكتجي مشاركة الوفد المغربي في هذه الاجتماعات التحضيرية في سياق مواكبة المصالح الأمنية المغربية لمختلف الاستعدادات الفعلية لتنظيم كأس العالم دولة قطر الشقيقة، وذلك من خلال توفير التجربة الميدانية والنظرية الأشقاء في قطر، حيث سبق للمغرب أن استضاف وفود أمنية رفيعة المستوى وممثلين عن هيئة تنظيم المونديال مناسبات كثيرة خلال السنة الجارية طلعوا خلالها على كيفاش يتعاملوا مع الأحداث الكبرى والطبيعة ديال تدبير الحشود في الملتقيات الرياضية العالمية.
وما اقتصرتش المشاركة المغربية على هذا الجانب فقط، ولكن وفرت المصالح الأمنية المغربية للوفد الأمني القطرية برنامج متكامل تكوين في المخاطر السيبرانية المرتبطة بالأحداث الرياضية. وهكذا فالمغرب كيشارك ضمن مركز القيادة الأمنية الخاص بتدبير المونديال بأطر أمنية متخصصة في الأمن الرياضية وفي التعاون الدولي الأمنية، وفي جمع وتحليل المعطيات العملياتية واستغلالها في تأمين تظاهرات رياضية الكبرى، بحيث من المتوقع أن يلعب هذا المركز الدور المحوري في مواكبة الجماهير الكروية عموماً وتقديم الدعم والمشورة الأمنية لنظرائهم القطريين. تم افتتاح اليوم السبت أشغال مركز التعاون الشرطي الدولي بمدينة الأخوية القطرية في إطار مواكبة أنشطة كأس العالم قطر 2022. وشهد الافتتاح حضور ممثلي البعثة الأمنية المغربية إلى جانب باقي الدول المشاركة في التنظيم الأمني للمحفل العالمي، واللي تعطات انطلاقته الفعلية اليوم الأحد بمواجهة افتتاحية جمعت قطر والإكوادور. وما تنسوش تشاركوا معنا آراءكم واقتراحاتكم في الكومنتار. وقبل ما نسالي بغيت نشكر فريق العمل كامل اللي كيتكون من فريق الكتابة، المونتاج، تعليق الموسيقى إلى آخره، لهذه مدة ماشي قصيرة وهو خدام. فإلا عجبك المحتوى اللي كنديرو ممكن دعمنا عن طريق أنك تورك على البطونة اللي على شكل قلب اللي كاينة تحت الفيديو، فهي غتمكنك من أنك تساهم معنا ماديا باش نقدروا نستمروا. وهذا هو السبونسور، حاولوا تدخلوا عنده وتدعموه. وما تنسوش تديروا أبوني وتفعلوا الجرس وتشاهدوا أيضا الفيديوهات اللي قبل.